بس على صباحكم عن جديد، مستمرين بصباحنا غير. ولوين رح نروح هلا سلمى؟ رح نروح لسؤال كتير بنسمعه بحياتنا ويمكن بشكل حتى هاجس عند بعض السيدات وحتى قسم كبير كمان من الرجال. سلمى، لما بنقول الشيخوخة فقدين احنا بنسمع انه الرياضة، تناول الأغذية السليمة، طبعا لما بنعرف نحن طبعا سلمى شو بناكل وكيف مندير بالنا على صحتنا، هي يمكن بتعطي العمر الطويل لبشرتنا ولحياتنا وبتبعدنا قدر الإمكان عن الشيخوخة. صحيح فرح، ويمكن من أبرز الأمراض اللي بيعاني منها الأشخاص وبتزيد وبتتفاقم هي مثل أمراض السكري، أمراض القلب، أمراض الضغط وغيرها من الأمراض اللي ممكن يكون النظام الصحي هو عامل مهم بعلاج وحياة صحية لهذا الشخص. يعني دائما سلمى بنقول التغذية هي أساس الصحة الجسمية بشكل كامل لكل أعضاء الجسم. رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع أخصائية التغذية رغداء الجبري. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح النور يا أهلا. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش ونحكي اكثر، يعني هي المرحله اللي قالت عنها فرح بالمقدمه، مرحله الشيخوخه، كيف بنعرف هيك انه الشخص بلش في مؤشرات انه هاي المرحله صار لازم فورا نهتم بكل تفاصيل حياته، الغذاء، الدواء وكل شيء؟ تمام. اول شيء نحن كنا نسمع دائما اجدادنا ما كان في أدوية، ما كانوا يهتموا بهاي المواضيع والتفاصيل أكثر، مع هيك كانوا يعيشوا بدون أمراض، يعيشوا يعني أمراض كلها جديدة صرنا نسمع فيها. ليه؟ طيب دائما نسأل حالنا ليه، مع أنه كان غذاء كامل الدسم فينا نقول، بس بنفس الوقت كان غذاء صحي بعيد عن السموم، بعيد عن الأدوية الكتيرة اللي بترهق الكبد والكلية. حياتهم كلها عمل يدوي، يعني في جهد عالي دائما حتى يحرقوا اللي اكلوه، وهن اساسا هوا نظيف، كان الاكل نظيف، خلينا نقول من التربه مباشره، اورجانيك بنسميه. لهيك كان ما نوصل لمرحله الشيخوخه او العمر الاطول لقله الامراض. لهيك معناتها نحن في عنا الاساس هو الغذاء والحركه هي اللي حتبعدني شوي عن الشيخوخه او تطول فيها. يعني دائما هي الشيخوخه بنعتبرها وسطيا من 60 65 وما فوق، بتبلش الاعضاء الداخليه تتراجع شوي شوي من قلب، شرايين، الكليه، الكبد، الرئتين. لهيك نحن لازم نحاول قد ما فينا ناخر هذا الموضوع من خلال نمط حياتي ومن خلال غذائي. بالنسبة للغذاء خلينا نقول إنه نحن نستبق الأمور، يعني قبل ما نبلش مرحلة الشيخوخة نستبقها. كيف فينا نستبقها؟ هي عدة مراحل مو بس الغذاء، يعني نمط حياتي كيف، النوم الصحي، النوم ساعات الصحيحة، حتى يعني من 8 للساعة 11 هي المرحلة اللي بتدخل الماء بالخلية، كيف إذا التربة عم نسقيها هي نفس المرحلة من 11 ل 3 هي مرحلة تنظيم الهرمونات وتنظيف الجسم من السموم، من 3 ل 5 هي بقى لتجديد خلايا الجسم. فنحن هي ضمننا أول مرحلة. المرحلة الثانية هي كمان عندي شرب الماء بشكل منتظم لحتى يعكس هذا الشيء على أعضائي، على الدورة الدموية، على وجهي حتى. التنفس بشكل صحيح، بتتنفس لو مرتين أو ثلاثة باليوم بشكل صحيح ومنتظم، كمان هذا حيساعد على توسيع رئتين، حيوصل الأكسجين لكل جسمي وتشتغل الأعضاء بشكل أفضل. الرياضة اللي هي كتير مهمة، واللي يعني هي كتير مهمة للأسف، يعني عند قسم كتير كبير ما بنعمم، بس هي كمان كتير مهمة أني أنا أبدأ فيها قبل مرحلة الشيخوخة، لأنه يعني بلشنا بمرحلة الشيخوخة حتطلع لي أمراض وهشاشة عظام و يعني كتير أمور. لهيك نحنا نستبقها، يعني نحنا طبعا هي عادات بتبقى، بس نحنا من سن 35 نكون جديين بهذا الموضوع، إني أنا ألعب رياضة لو خفيفة، بعدها بتصير عضلاتي أفضل، تنفسي أفضل، فهيك بحسن استمر بالرياضة أكتر. كمان الابتعاد قد ما فينا عن الزيوت المهدرجة، عن الغذاء الغير صحي، عن الأكلات الجاهزة. السكر كتير حكيت عنه أنه هو بيعمل لي يعني هو سم بحد ذاته الأساسي، يعني اللي هو الشيخوخة هم بيعانوا منه، اللي هو هشاشة العظام، اللي هو أساسي بهشاشة العظام.
قد ما فينا نبعد عن السكريات، عن الدسم الغير صحي، ناخذ مضادات الأكسدة من الطبيعة فينا ناخذها. مثل التوتيات بشكل عام، وخصوصي هلا موسمها التوتيات، بنقصد فيها التوت والكرز والفريز، كلها هي مضادات أكسدة عالية. بيجينا المرحلة اللي بعدها الموسم الجاي حيكون الرمان كمان مضادات أكسدة عالية، حتى العنب مضاد أكسدة. نحاول قد ما فينا ناخذ الشاي الأخضر، ناخذ في شيء اسمه عشبة القمح. نحن وصغار بالابتدائي كانوا يعلمونا تنبيت القمح، وقت نجيب قطن ونسقي القمح فيطلع هي الحشائش الصغيرة. هي الحشائش الصغيرة كتير مفيدة للجسم، ففينا ناخدها. كمان فينا ناخد يعني اللحوم نقللها، يعني 750 جرام نحن نوزعهم على الأسبوع أو ناخدهم مرتين بالأسبوع، هي كافية مشان ما يتراكم السموم بجسمي. كمان التعصيب والستريس اللي عم نعيشه، كمان قد ما فينا نخففه، لأنه حيرفع لي الكورتيزول، حيعمل لي كتير تراكمات بجسمي، تصلب شرايين وأمراض القلب. ممكن نعالجه بأمور كمان بسيطة مثل المشي أو رياضة، السباحة. ممكن كمان من ضمنهم التنفس، سماع موسيقى، ممكن الصلاة، العبادة. هي كلها هاي مراحل إنه حتخلي لي نفسي أروق شوي ونحسن إنه نكمل. تمام دكتورة، في حال بدأت الشيخوخة لا حول ولا قوة، نحن شو ممكن نتصرف؟ نقدر نحن نبلش بنظام غذائي يمكن كمان يساهم بيمكن تخفيف من قدر الشيخوخة، أو لا نحن دخلنا مرحلة الشيخوخة العلامات حتظهر وبصير هون محاربتها شيء صعب؟ لا، ما هو ما له شيء صعب، بس صارت الفرص اقل. يعني لهيك نحن عم نقول من ال 35 نبدا نتجنب، مشان نتجنب الشيخوخه. فنحن مثل ما حكينا المراحل اللي حكيناها، لو انا وصلت لمرحله الشيخوخه او ما قبلها بشوي، هلا المشي او الرياضه، انا ما فيني اقول له لرجل او امراه مسنه يلا على الرياضه بسرعه، لا، مراحل بالتدريج. ممكن انزل امشي شوي، نعلمه كيف يتنفس صح، نعلمه كيف يحاول يخفف ادويه قد ما فيه، يكون نظامه الصحي كثير جيد بعيدا عن السكريات والزيوت المهدرجه. ما فيني اقول انه اي خلص يعني شو بقي من العمر باكل شو ما بدي، لا، كثير هي مهمه. اني انا وقت باكل الدسم غير صحي حيكون كتير له تأثير أكبر بهاي المرحلة، لأنه الخلايا بلشت تتراجع. فينا ناخد زيت الزيتون، هو كتير شيء رائع ومفيد للقلب. فينا مثل ما حكينا مضادات الأكسدة، حتى لو صارت بس نحنا معلش شوي شوي أحسن من أني أنا ما أتبع شيء ويصير تدهور الخلايا بشكل مفاجئ. مو غلط مثل ما حكيتي رغدة، يعني في أمراض كتير معينة ما عاد بيصير فينا نرجع لورا، يعني لعاداتنا قبل 20 و30 سنة، أو نتعامل معها مثل ما بيتعامل الشاب مع حياته، يلا إذا أكلت اليوم ما رح يصير شيء، إذا انصحت كليين ما أنا هالقصة برجع بنزلون. المشكلة إنه بعض الأمراض بيصير النمط الغذائي هو نمط حياة، يعني مثل ما بيقولوا لازم يتعايشوا مع هذا الموضوع. من هاي الأمراض أيضا اللي بتظهر بشيخوخة اللي هي النسيان أو الزهايمر. خلينا نحكي، هل أيضا في بعض أنواع الأغذية الصحية اللي هي ممكن تساعد بهي المشكلة؟ أكيد. هلا الزهايمر كتير أثبتت الدراسات الحديثة إنه أساسها حتى الغذاء. وقت أنا ما باخد مضادات أكسدة بشكل جيد، أنا ما بتعامل مع أعصابي ولا الأوردة ولا الأوعية الدموية بشكل جيد، من ضمن غذائي وعاداتي وتقاليدي، التدخين، القلة بشرب المياه، قلة الحركة، هي كلها حتصير تراكمات. مضادات الأكسدة يعني هي حتحارب لي الشوارد الحرة اللي هي حتجدد الخلايا، فهيك أنا بحافظ على خلايا الدماغ، بحافظ على الذاكرة قد ما فيني. الحفظ المستمر أو الاطلاع لشيء جديد بحياتي حينشط لي الذاكرة، حابتعد عنه. أنا يعني عندي مقولة شهيرة، كل عادة قابلة للتغيير، أي إنسان فيه غير، طول ما أنا بعرف إنه هذا الشيء حيأذيني أنا فيني غيره. لهيك هي خطوات أولى صعبة بس لازم نخطيها بكل شيء، كله متكامل.
حتى حكينا ما حكينا على زيادة الوزن، إنه هي كمان حتسبب لي كتير مشاكل، حتقلد لي الحركة حتعرضني لأمراض تانية. بالنسبة للزهايمر، مضادات الأكسدة بالدرجة الأولى، قلة السكريات أو عدمها حتى، نحن بناخدها بس من مصادر طبيعية اللي هي الفواكه، كثرة الخضرة، تقليل اللحوم، كلها حتساعد سلسلة متكاملة أني أنا أتجنب الزهايمر إن شاء الله. دكتورة، بنسمع كثير أنه الأشخاص أو السيدات لما ببلشوا بسن 30 وما فوق ببلشوا يمكن بالكبسولات، إن كان كولاجين هذا الشيء اللي منتشر بشكل كثير كبير، هذا الشيء ممكن يساعد فعلاً دكتورة أنه نحن نحارب الشيخوخة أو نقلل من فترة الشيخوخة، نبعدها قدر الإمكان عننا، أو هي مجرد أشياء تجارية؟ لا، هي مفيدة نوعا ما، بس أنا دائما بفضل، وخصوصي يعني نحن عم نحاول قد ما فينا نبتعد عن الأدوية، نبتعد عن المكملات الغير صحية. طول ما أنا عندي بدائل طبيعية فأنا فيني أخذها. أنا وقت بكون فيتامين دال تمام بجسمي، الفيتامين آ، الفيتامين إي، الأوميجا، هذا نادر يصير نشوف شخص فيتامين دال اليوم. هلا بالذات الفيتامين دال كثير صعب لانه هي يعني المصدر الرئيسي الشمس، وعم نبعد عنها قد ما فينا، وما عدا الواقي الشمسي وهي القصص، والاسماك بعيدين عنها، ما عندنا دسم كامل بالالبان والاجبان، لهيك كفيتامين دال والاوميجا 3 هن ضروريين انه نحن ناخذهم كمتممات غذائيه. الفيتامين اي نفس الشيء، بس الفيتامين اي ممكن اخذه من الخضروات، من الخس، من زيت الزيتون، من بذر دوار القمر، ففيني عوضه. وقت باخذ الكولاجين من الطبيعه، كيف مرقه اللحمه او الدجاج او العظم حتى، هي غنيه، او المقادم نحن بنسميه كمان هون عندنا، هي غنيه بالكولاجين الحقيقه، مفيده للمعده لتشكل لي كولاجين بالمعده، وحتى للبشره وللشعر هي كثير مفيده. طبعا المبالغه باي شيء هي كمان حتعمل حاله عكسيه، لهيك انا بفضل اني اخذ من مصادر طبيعيه. هو مو غلط ابدا اني انا اعتني ببشرتي، اعتني بجسمي، مو غلط قد ما كان العمر اني انا ضل احط مرطبات على بشرتي حتى ما تنشف، خاصه اذا كانت البشره جافه كثير بتكون بحاجه لمرطبات بشكل دائم. بتصير كيف التربه هي مالها مصقيه، نفس المبدا، انا بصححها من الداخل وبنفس الوقت بشتغل فيها من برا. اشعه الشمس المباشره للوجه كمان ممكن انها تاثر على الوجه، فواقي شمسي، ممكن نستعمل مرطبات، ممكن ناخذ قطع ثلج نحط على داير العين. دكتورة، بنسمع كمان عن السولاريوم اليوم كثير صبايا بيعملوا سولاريوم، هذا بيساهم بالشيخوخة المبكرة للبشرة. كثرة السولاريوم في عالم صيف شتي ما بيقطعوها دكتورة، فهذا الشيء ممكن يأثر أو أكيد لا؟ لأنه هي أشعة كثير عالية. نحن حكينا إذا نحن بالغذاء عم ناخذ شيء مكثف وعالي ممكن يأذينا، ما بالك إنه شيء صناعي نحن عم وممكن يتعرضوا لا سمح الله لأمراض سرطان الجلد حتى. حكينا نحن الجلد حيكون مثل التربة الغير مسئية، انت عم تعرضيه لشيء كتير عالي، فهي نفس النتيجة حتكون، حيصير ترهلات بالجلد لبعدين، حيصير تشققات، حيصير المنظر لا ابدا مو منيح. طيب دكتورة، خلينا نحكي كمان يعني بهذا الوقت في ناس كتير بتلجأ للمكملات الغذائية لأنه هي ما عم تقدر تأخذ المصادر الطبيعية، ولكن بعض الأخصائيين أو الأطباء لهم رأي أنه مو كل المكملات الغذائية بتتوزع بتروح بالجسم لمثل ما نحن بدنا، مثل اللي بياخذ الكولاجين بياخذ الحبوب اللي هي بتغذي الشعر وبتغذي الأظافر، فهن بيقولوا انه هي ممكن وقت تنزل على المعدة تنهضم تروح بأماكن تانية، مو ضروري انه هي تغذي وتعطي النتيجة اللي نحن بدنا اياها. مدى صحة هذا الموضوع خصوصا بهذا الوقت اللي صار فيه اسهل شيء ناخذ حبة دواء لحتى نستفيد ونريح راسنا من انه نواظب على علاج وصحي وبده وقت طويل لحتى يعطي نتيجة؟ تمام. هلا انا وقت بشتغل من برا ومن جوا اكيد النتائج غير، وقت عم بشتغل من برا حيكون نتائج مؤقته. بنفس الوقت انا بحاجه مكملات مثل ما تفضلت، انه في شيء انا ما ممكن اخذه من الطبيعه لانه كثير صعب وبظروفنا نحن حتى، فنحن بدنا نحاول قد ما فينا نختص على البك نختصر قد ما فينا هذا الموضوع، نختصر يعني على المكملات اللي نحن ما بنقدر نجيبها،
والباقي نعمل عناية خارجية وداخلية لحتى نوصل للشيء اللي بدنا اياه. فالكريمات، العناية بالبشرة، المكملات، يعني أنا بفضل إنها تكون نصحح تحت الجهاز الهضمي لأنه هو الأساس اللي حيعكس لي كل شيء لبرا. ساعتها أنا حامتص الفيتامينات والمعادن من الطبيعة وحامتصها إذا أخذتها متممات غذائية، وأعتني خارجياً بمرطبات وكريمات وهي القصص. أما أنا إني أخذ كولاجين وخلص يلا انسي شو باكل شو ما بدي وبعمل اي شيء بدي اياه، انا برايي هذا الشيء غلط. كمان دكتوره بنسمع كثير عن الشيخوخه المبكره للبشره وعلاقتها بالوراثه، ممكن يكون هذا الشيء فعلا صحيح لما بنشوف الام بشرتها كثير تعبانه بيقولوا هي تعرضت لشيخوخه مبكره، هذا الشيء ممكن يتورث للابناء دكتوره؟ وكيف طريقه العلاج المناسبه له؟ لانه نحن متوقعين شيخوخه مبكره. هلا متوقعين لانه نحن عندنا مشاكل بنمط حياتنا، بس لا ما له وراثيا ابدا، يعني نحن فينا انه نتدارك هذا الموضوع قبل حدوثه، مثل ما حكينا الخطوات اللي حكيناها كلها لازم نتداركها شوي شوي لحتى نوصل لنتيجه صح. نعم، اكيد بدنا نشكرك كل الشكر على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها هون، وان شاء الله يا رب يكون في عندنا فعلا هذا الوعي لو يمكن ابسط الامور بدون تكاليف عاليه اليوم نتيجه هي الظروف نقدر نواجه هي الشيخوخه. شكرا لك. يا اهلا وسهلا.